مشاهدين سي بي سي، اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه من هنا من مدينه العالمين الجديده، ومتابعه خاصه لسي بي سي في كل ركن من اركان مدينه العالمين الجديده. يعني هتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن الفعاليات الفنيه. كنا امبارح مع حفله خاصه لنجوم التسعينات، هشام عباس، خالد عجاج، حميد الشعري، محمد فؤاد، ايهاب توفيق. سهره امتدت لساعات متاخره من الليل وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور. النهارده ثاني حفلات الويك اند الرابع في مهرجان مدينه العالمين الجديدة، وحفلة خاصة للفنان أو المطرب رامي جمال هتبدأ تفتح أرينا العالمين من خلال عشر مداخل الساعة 7 مساء لاستقبال الجمهور، وتمتد حتى الساعة 10 مساء من خلال 10 مداخل خاصة لمنطقة أرينا العالمين، ثم تبدأ تاني حفلات الويك إند الرابع في منطقة أرينا العالمين، المنطقة اللي بتستوعب أكتر من 30,000 من زوار مهرجان مدينة العالمين الجديدة. لسه كمان الموسم المسرحي بدأ بالأمس مع مسرحية خاصة للمخرج الكبير خالد جلال، ومستمر معانا أكتر من 10 مسرحيات كما أعلنت إدارة مهرجان العالمين الجديدة. لسه ليالي وسهرات ذهبية في مهرجان العالمين الجديدة مستمرة حتى نهاية شهر أغسطس. لكن حابب أنوه أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكدت أن 60% من إيرادات فعاليات المهرجان سواء الفنية أو الثقافية أو حتى الرياضية ستوجه للشعب الفلسطيني كدعم من الشركة للشعب الفلسطيني. كمان الشركة بتستهدف أنها تجذب أكتر من 2 مليون زائر خلال النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة بعد النجاح الباهر في النسخة الأولى، واستقبال أكتر من 1 مليون زائر خلال أيام مهرجان مدينة العالمين الجديدة في النسخة الأولى. لسه التغطية مستمرة ولسه الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية مستمرة. هنتقل الآن للزميل محمد شاهين والفعاليات الرياضية، خاصة أن اليوم يعني يشهد عدد من الفعاليات الرياضية في مدينة الألعاب. اتفضل محمد.